وفي الصلاة والعبادة تكون النساء خلف الرجال كما هو معلوم عند المسلمين، ما تختلط مع الرجال في الصلاة. بعضهم يقول أما تختلط مع الرجال في المطاف في المسعى، فنقول هذا غير شكل، هذا الطواف والسعي هذا ما يمكن فصل الرجال عن النساء تماما، لابد يحصل شيء. فعلى الرجل أن يتقي الله إذا كان يطوف، أن يتقي الله ويبتعد عن النساء، والمطاف واسع ولو أدى هذا إلى أن يكون في أقصى المطاف، يكون الرجل في أقصى المطاف يبتعد عن المزاحمة عند الحجر، كذلك الرجل لا يزاحم عند الحجر فيه نساء، يبتعد، المهم أنه يبتعد عن كل مواطن الفتنة مع النساء. نعم.